السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الزمالك يتقدم على المقاولون العرب بهدف عبد المجيد، وعواد يتصدى لركلة جزاء في الشوط الأول. تقدم فريق الزمالك على منافسه المقاولين العرب بهدف نظيف في الشوط الأول، سجله حسام عبد المجيد هدف الزمالك برأسية في شباك المقاولين العرب بالدقيقة 37، وتصدى محمد عواد حارس الزمالك لركلة جزاء أمام المقاولون العرب، سددها أحمد علي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع. We'll be right back.